صنع 10:29 دقيقة. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد مستمعينا وين ما كنتوا تتابعوا فينا وين ما كنتوا برانشي على موجات راديو ماد. شنا رجعوا على آخر المستجدات بخصوص نحكي وتوا على المستجدات بخصوص فيديو اللي انتشر أمس على الاعتداء وكنا حكينا فيه هنا في موجات راديو ماد على فيديو الاعتداء الأمنيين على عائلة كانت من بينهم الأم اللي موجودة في السيارة وكانت حالتها الصحية حرجة شوية. البارح دخل معنا واحد من المضررين هذاك، علاش حبينا اليوم نرجع ناخذ الجانب الرسمي والجانب القضائي باش نشوفوا الموضوع هذايا وين وصل. البارح وزارة الداخلية هبطت التوضيح نتاعها على الواقع هذايا وفي بيان وقالت شنو اللي صار بالضبط، ولكن نعرفوا بما انه اعوان الامن في الموضوع هذايا هما طرف في اللي صار هذايا، نحاولوا نمشيوا ناخذوا دائما الطرف والى الجانب المحايد. نحكيوا لهنا على القضاء لأن النيابة العمومية البارح فتحت تحقيق في الموضوع ويبدو انه ثم فيرسيون اخرى للي صار والا اضافات على اللي صار وعلى اللي تحكيه البارح. نزيدوا نعرفوها اكثر مع سي فتحي سماتي نطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2. سي فتحي مرحبا بك. مرحبا، اهلا وسهلا سي فتحي. دونك كما قلنا شفنا الفيديو وشفنا الحديث نتاع زاد كيف احد المضررين في الواقعه هذه اعطى الجانب نتاعه واعطى الاقوال نتاعه وشنو اللي صار، لكن خلينا نفهموا من عندك انت شنو اللي صار مبدئيا، لانه النيابه العموميه كما قلنا امس تم فتح بحث في الموضوع هذا يا سي فتحي. بالطبيعة والنيابة العمومية تعهدت بالموضوع من أوله من نهار والجدد الوقاية نتاعو نهار لحد 8 نوفمبر، تعهدنا بالموضوع في إطار بحث. الواقعة تتمثل في خلاف مروري ما بين زوز كراهب زوز سيارات على مستوى المدخل الجنوبي للعاصمة وين لوتوروت. صار خلاف بين السيارة اللي كانت تنقل المرأة المريضة اللي كانت في سبيطار بن عروس نتاع الحروق البليغة وبعثوها لشان نيكول باش يتعهدوا بها غديك في مستشفى شان نيكول. في الأثناء معناها في التنقل نتاعهم كان السائق نتاع السيارة هذه كان مسرع وضايقته السيارة الأخرى، معناها ما خلتوش يتجاوزها ولا يمر. وصار خلاف مروري ما بيناتهم، الخلاف المروري هذا تطور ولا تبادل للسب والشتم، ومن بعد هبطوا زوج سواق نتاع السيارات وتبادلوا العنف وتبادلوا اللكم على مستوى النقطة نتاع الأمنية القارة الدورية القارة اللي على مستوى لوتوروت قريب منها. وقت اللي تبادلوا العنف دخلوا الأعوان اللي كانوا موجودين على المستوى النقطة هذيك نتاع الأعوان الأمن دخلوا باش يفضوا الاشتباك هذا، ولا صار تعطيل حركة المرور فما السائق اللي كان يسوق في السيارة اللي كانت فقط جزء بسيط توضيح بسيط الشخص اللي اختلفوا معاه في الكياس أمني ولا مش أمني؟ لا ماهوش أمني، ماهوش مواطن عادي، أي مش عكس ما الدولة تأكدتوا من الهوية معناها هو الصفة نتاعو تأكدنا من الهوية نتاعو هو ماهوش أمني ماهوش عون أمن هو مواطن عادي. دخلوا الأعوان نتاع الدورية قلت لك فضل الاشتباك هذا تبادل العنف هذا، السائق اللي كان ينقل في والدته اللي كان على أعصابه ربما وكان متوتر هو استعمل برشا عنف، ومن بين الحاجات أنه جبد آلة حادة حسب أقوال الأعوان اللي كانوا موجودين، جبد آلة كان ماسك بآلة حادة في يده. ووقت اللي دخلوا الأعوان هو هرب من مكان الواقع وخلى الكرهبة نتاعه وخلى الزوز أولاد أخته اللي كانوا موجودين في السيارة واللي ريناهم في الفيديو. دونك المقطع نتاع الفيديو ما كانش في الوقائع من الاول للاخر، كان جزء من اللي صاير. احنا على كل حال هذايا بناء تو الفيرسيون الاقوال الاعوان الامن اللي كانوا حاضرين اللي هو بطبيعه في القضاء ماهوش كلام مسلم. احنا باش نبحثوا في الكلام الكل وفي اللي قال الكل. بالنسبه للسيد الاولاني اللي قلنا ماهوش عون امن اللي صارت ما بينه وما بين السياره اللي كانت تنقل المراه هذيك المريضه اللي تعرضوا اللي كانوا فيها للعنف، هو زاد قدم شكايه في الاعتداء بالعنف الشديد، والعوان زاد عملوا محاضر حرب ومحاضر عدليه فيما يخص مسك السلاح الابيض وانه قالوا يقولوا انهم زاد لقاو ماده مخدره في وسط السياره. هذا يقولوا انهم لقاو ماده مخدره في وسط السياره.
بقايا عقد تجارة معناها محشوة من الزتلة في داخل السيارة. هما شنية الفرقة بالضبط هذه اللي دخلت؟ هما هذه الفرقة نتاع نقاط الحسم نتاع الطريق العمومي اللي متواجدة على مستوى لوتوروت. هما اللي عاينوا معناها الواقع. هما عندهم الحق في التدخل، معناها عندهم التدخل في المناوشات، اما الحجوزات شنو؟ الضبط المحجوز معناها كيما نكون مواد المخدرة في السيارة ولا حاجة اللي يتعهدوا بها عادة أعوان الضبط العدلية اللي هما عندهم الضبط العدلي. معناها هما الفرقة ديجا اللي دخلت ما عندهاش حق انها تقوم بتفتيش السيارة والا حجز بعض اي معناها هي ما تتدخل كيما في حالة التلبس. حالة التلبس يعني كله تو بالنسبة لنا احنا في المحاضر نتاع البحث باش نبحثوا معناها في جميع الاطوار نتاع القضية كل وسمعنا الاطراف الكل معناها المضرين. احنا تو عينا زادة تدخل معناها قوي شوية من العوين بتاع جوستومون فوالا. انا مش نسألك على هذا لان الفيديو يأكد ويوثق اعتداء لفظي معناها سبان الجلالة، وثاني حاجة سي فتحي ثم زادة معناها التدخل بالعنف مفرط شوية لاحظناه زادة كيف خاصة انه ثم حالة انسانية وحالة صحية متاع المرأة في الكهرباء هذا زادة كيف قانونيا وهل في الاستماع متاع الأزوز اطراف، لانه قلت لي ظهر لي قبل شوية في الكواليس انه اللي يصور الفيديو اللي هو في أمس كان هارب معناها من الواقعة جاء واستمعت للفيرسيون تاعو ما سمحت حد في حال فرار معناها صحيح. لا كل ما هو في حال فرار هو جاء حتى الطرف اللي كان اتهموه معناها أنه كان حامل السلاح أبيض واللي هو تنسبوا له معناها المسك واستهلاك المادة المخدرة هذه اللي موجودة في سيارته وجاء تقدم معناها بناء على طلب النيابة العمومية. النيابة العمومية عيطت له وجاء للمحكمة وقدم روحه وسمعناه وسمعنا الأطراف الأخرى الكل وشفنا زاد الفيديو حتى العوام مش زاد باش نعيطوا نسمعوه زاد خاطر ثم معناها ديما حتى في حالة الاستعصاء ولا في التدخل الأمني ديما ثم مبدأ أنه يكون تكافؤ ما بين وسائل يستعملها العون الأمن والوسائل اللي يستعملها ضد الشبهة ولا المضمون فيه. إذا كان المضمون فيه يستعمل معك معناها عنف ولا عنف شديد ولا يكون ماسك سلاح ولا آلة حادة نجم تتدخل يدخل عليه عون الأمن بقوة زادة باش ينجم وهذا في الفيديو يبين وقت الفيديو الاستخدام نتاع جوستوما وقت استخدام الغاز المسيل للدموع وقتها ما كانش ثم حتى آلة حادة يستعمل فيها المتدخل وإلا معناها الشاب اللي بطبيعة هذا كله هو موضوع بحث وباش نثبتوا معناها علاش التدخل صار بالعنف هذاك الكل ما فماش علاش هذا كله باش يكون موضوع بحث وموضوع مسائلة معناها إذا كان أعوان الأمن غلطوا معناها يتحمل مسؤولية هذا ولا هذا أي طرف اللي غلط لازم يتحمل بطبيعة مسؤوليته في الجانبين والقانون بطبيعة هو الفيصل في حالات كيف من هذوما. يعطيك الصحة شكرا لك سي فتحي السماتي الناطق رسمي باسم المحكمة الابتدائية بتونس 2 على التوضيحات. الموسيقى نرجعها.